منذ أن أعلنت الإدارة الأمريكية عن المشروع التصفوي لقضيتنا صفقة القرن، تواصل الحراك الشعبي على مناح عدة رفضا لخطة الإملاءات الأمريكية الإسرائيلية. ففي الخليل مواجهات يشهدها مدخل شارع الشهداء المغلق، أصيب بها شابان برصاصة مطاطية نقلا على إثرها لمشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج. أتت إلينا ثلاث إصابات كانت هي إصابات مطاطية، ولكن إصابتين من هؤلاء الإصابات كانت بالرأس، واحد من هذه الإصابات كانت مباشرة للعين، مما أدت إلى ضرر كبير في العين، بالإضافة إلى كسور متعددة في عظم الوجه من منطقة العين والمحيط بمنطقة العين. تم نقل هذا الجريح إلى مستشفى جامعة النجاح. وفي ذات السياق، كان مستوطنو رمات يشاي المقام على أراضي المواطنين في حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل يعتدون على عائلة تقيم في الحي بالضرب، وأصابوا طفلتين تالا وجوان اللتين لم تتجاوزا الخمس سنوات. اعتداء المستوطنين على الطفلتين جاء أثناء لعبهما في باحة منزلهما، ما ألحق بهما كدمات وردود لتدفع ضريبة عدم اكتراثهما لوجود محتل على أرضهما المصادرة. لتلفزيون فلسطين من الخليل، عارين العمله.